بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. انا ملاحظ ان الاهلي اخباره بدات تقل شويه بالنسبه للميركاتو وبالنسبه للصفقات، وده بيحطني قدام خيارين. اول خيار ان الاهلي قفل محبس التسريبات اللي كان داير في الميركاتو واللي ما كانش عارف بيعرف، وكل الناس كانت بتعرف كواليس الاهلي وكواليس المفاوضات والدنيا عامله ازاي، وان الدنيا بالنسبه للمفاوضات رايحه فين وجايه منين. ده السيناريو اللي بيتمناه جمهور الاهلي. اما السيناريو الثاني ان الاهلي يكون ما فيهوش فلوس زي ما بيقولوا، او مثلا النكته البايخه بتاع اصل كابتن خطيب عامل حساب للعلاقه الوديه اللي ما بينه وما بين نادي الترجي في صفقه بن رمضان. تمام يا باشا، تغور الصفقه في صفقات تانية. لا والله، اصل كابتن خطيب اكتشف ان احنا محتاجين نعيد علي معلول. وات؟ نعيد علي معلول؟ اصل معلول زعلان ومعلول هيرجع في نوفمبر، فاحنا هنعيد علي معلول علشان خاطر معلول يبقى جاهز. شكلها هتمشي بالحب. شكلها انا بحب اروح للسيناريو الاول، انا عايز اروح للسيناريو الاول لان السيناريو التاني ده هيودينا لضحك كتير. السيناريو التاني ده هيودينا لضحك ابن لذينه. وبعدين كولر مش عايز لعيبه محليه على اساس يعني ان هو كان هيبيض على عمر الساعي. ما نبطل بقى الحاجات اللي احنا قاعدين نقولها دي. لو انتوا عايزين تجيبوا زيكو هتجيبوه، بس السؤال المهم، هل انتوا فعلا مقتنعين بزيكو؟ ففي حاجات كده الاهلي مأجلها لحد اخر الميركاتو، و كل الناس شايفة ان الاهلي ما استفادش اي حاجة خالص من موضوع تمديد القيد لحد يوم 12. لا بالعكس، ادارة الاهلي رصيدها نوعا ما بدأ يقل شوية عند الجمهور مش بيزيد، ودي مشكلة لما يكون في نهاية الميركاتو الناس تكون مبسوطة بان انت تقفل الميركاتو بصفقات مقبولة، ولما القيد يتمد تلاقي نفسك الدنيا بقت صعبة قوي بالنسبة لك. اما قصة ان انت ما عندكش فلوس فانت كنت قاعد بتفصل في 3 شهور ليه؟ ولما يطلع كابتن محسن صلاح يتكلم على قصه محمد علي بن رمضان ان هو لاعب ما فيهوش حاجه زياده عن لعيبتك، طب ما انت قاعد بتضيع وقتك مع ليه؟ ما تروح تدور على لعيب يضيف حاجه للفرقه. انتوا بتعكوا صح؟ ربنا يستر. انا عايز اروح للسيناريو الاول مش التاني.